الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وتزودوا. زادنا اليوم من توجيهات القرآن العظيمة، وقرآننا كله عظيم، وتوجيهات كل فيها منفعة لنا في هذه الدنيا وفي الآخرة بإذن الله عز وجل. أمر اجتماعي يبينه الله تبارك وتعالى لنا وينصحنا فيه، ألا وهو حسن الظن وعدم إساءة الظن. كم من المشاكل اليوم تحصل بسبب هذا الأمر. لنسمع القول الله عز وجل في هذا الموضع، في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. لما الله تبارك وتعالى وهو اللي خلقنا وهو الأعرف إيش في مصلحتنا يخاطبنا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا. انتهى الموضوع، اجتنبوا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إياكم والظن، الله يقول اجتنبوا الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، فهذا فيه دلالة على أن هذا الأمر فيه سوء إذا اتبعناه وهو سوء الظن، وفيه خير إذا أحسننا الظن. وهنا إحسان الظن ينقسم إلى إحسان الظن بالله عز وجل وإحسان الظن بالناس. ومشى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور على إحسان الظن دائما وأبدا بالله، وإحنا قدواتنا زعماءنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لنقتدي فيهم. كيف كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أوقدوا له نار، كيف كان ظنه بالله عز وجل؟ قال خلاص انتهيت. كيف كان يصف الله تبارك وتعالى هذا المشهد بقوله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حسن ظن بالله عز وجل، لذلك النتيجة كانت وهو مقدم على النار في حسن ظن بالله تبارك وتعالى، والنتيجة إيش كانت؟ من يعادي أولياء الله تبارك وتعالى هو الله هو الذي يخسر في كل زمان. والمشاهد على ذلك كثيرة، كيف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده حسن ظن عجيب في مواقف كثيرة، نذكر منها مشهد من هذه المشاهد، وذلك عندما هاجر إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، كيف كان حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الصديق رضي الله عنه وأرضاه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم لرآنا. الجواب: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. حسن ظن يا جماعة، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، مع أن الأمور قد انتهت والأعداء على مقرب من الغار في يوم الهجرة، وكانت النتيجة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. هذا لم يكون عندنا إحسان ظن بالله عز وجل. والأمثلة أيضا كثيرة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام عندما بلغ من الدعوة وتكلم مع فرعون وكان سبب هداية كثير من الناس، وحتى إلى جئنا المشهد الأخير العدو خلف موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، والبحر أمام موسى عليه الصلاة والسلام. في مقاييسنا الأمور الدنيوية المشهد انتهى، إما أن يقتلوا وإما أن يغرقوا، فكيف كانت ردة فعل موسى عليه الصلاة والسلام؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال كلا إن معي ربي سيهدين. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن في هذه النماذج أخذنا ثلاث نماذج من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. كان هنالك إحسان ظن عجيب بالله عز وجل، لأنه كان في عمل. يعني اليوم مش معقول برضو اليوم إحنا بدنا إحسان ظن بالله عز وجل وإحنا قاعدين ما بنشتغل لهذا الدين وما بنعمل وما بنأخذ بالأسباب ونقول والله إحنا يعني نحسن الظن بالله عز وجل. نعمل ونشتغل لديننا ونحسن الظن بالله عز وجل. ومن المشاهد أيضا التي فيها يعني عظمة في إحسان الظن، هاجر رضي الله عنها لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك هاجر وإسماعيل عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة بواد غير ذي زرع. انظر الآن إلى موقف برض المرأة، موقف المرأة العظيمة المؤمنة التقية النقية، تقول آه الله أمرك بهذا، يعني يا إبراهيم أنت حاطنا في مكان بواد غير ذي زرع، أنا وهالطفل، أنا يعني ما إن لا أكل ولا شرب ولا في بشر حتى نستعين فيهم، آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا، إحسان ظن بالله. لذلك هذه أيضا دعوة لكل امرأة، إذا زوجك اليوم يقول كلمة حق كوني عون له، إنه الله ما بيضيعنا ما دام أنت قاعد بتنصر دينك. إذا اليوم زوجك بده يتصدق أعينيه على الصدقة، لا تقولي له يعني شو ظل معانا وإلى آخره. إذا زوجك اليوم بده يصل رحمه أيضا أعينيه على صلة الرحم وأحسن الظن، وأنه هذا اللي ينفقه لأمه ولا لأخواته ولا لأهله، أيضا الله عز وجل يبارك لك في زوجك وفي أولادك، ويأتي بكرة من يعينك ويعين زوجك على هذا الكلام. لذلك أحسن الظن وأن هذا المال لن ينقص، فكوني عون لزوجك فيما فيه خير لدينه ولوطنه ولأمته. ولذلك أيضا مطلوب حسن الظن بالله عز وجل وحسن الظن أيضا بالناس. إحنا اليوم بعض الناس شفت اثنين ماشيين مع بعض يقول لك آه أبصر شو بينهم، أبصر عشو مجتمعين، مدام آه في إشي وراهم، يعني صعب نحسن الظن في ذلك. إذا واحد الله عز وجل رزقه بعض المال تقول لك آه يا أخي من وين جاي هالمال، والله شكله لاقي له ذهب، لا والله شكله مخدرات وحشيش، لا شكله نصب له نصبة. وين إحسان الظن؟ وين عدم إساءة الظن في أخوك المسلم؟ والأمثل على ذلك كثيرة، كم من إساءة الظن تؤدي إلى دمار اجتماعي، وكم من إحسان الظن يؤدي إلى علاقات طيبة وحميمة. نسأل الله عز وجل أن نكون عند أوامر الله عز وجل اجتنبوا كثير من الظن، ونكون أيضا عند وصية النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك.